call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي بنشوف فيه المهمتين الجديدتين أو المهمتين الموجودات مع البريميوم في لعبة سكال أند بونز. لما تشتري لعبة سكال أند بونز تروح لصدق أنها بوز، لأن كل حاجة تتعامل فيها عبارة عن كل حاجة تستخدمها في اللعبة عبارة عن المشروبات وكذا. بس قبل أن نبدأ الفيديو، في عندنا give away بسيط. لو نشوف للايتمز، أول شيء بنستعرض الطيف الأزرق اللي هي السلاح الطيف الأزرق اللي تأخذه من سفينة الأشباح. هذا هو، لو تدخل من موقع وتشتريه، هذا هو الطيف الأزرق، قيمته $10. بيكون عندنا في هذا الفيديو giveaway، فأتمنى إنكم تكونوا أنتوا الرابحين فتشاركوا معنا. طريقة الاشتراك تروح على الرابط الموجود في الوصف، بحط لكم رابط للتغريدة اللي بنزلها على تويتر. شروط لأنك تدخل في هذا giveaway إنك تسوي متابعة للقناة في اليوتيوب وتسوي ريتويت للتغريدة في التويتر أو الإكس، وتتأكد إنك تابعنا، لأن بنزل هناك كل giveaways. إن شاء الله جاي giveaway آخر اللي هو اللعبة وقيمة اللعبة. فإذا تحبوا إنكم تدخلوا معنا giveaway، فتأكدوا إنكم تدخلوا على الرابط وتسوي ريتويت للقناة، تسوي ريتويت للتغريدة وتتابع القناة. بنسوي أول شيء تحالف هش، نسوي قبول لتحالف هش ونروح نخلص هذا التحدي، ومن ثم الفضل الملتقى بالدماء. هذا طبعا يكون ميشنز إضافية لما تكون مشتري البريميوم إديشن من لعبة سكال أند بونز. خلينا أول شيء المسار القراصنة هذا أوريدي، خلينا المزيد نسوي له كنسل. اوكي، نروح نخلص تحالف الهش وين يكون موجود او ايش مطلوب منا. تجهيز شرف المندرين يجب زيارة ميناء والتنكر سفينة بألوان الحملة. اوكي، اي حملة حملة الرويال اتوقع. نشوف اي حملة قصده. لا، المفروض ارجع هنا. إيجار السفينة، عناصر تجميلية، هنشيل الساند بوك ليش لا. اوكي، الحملة هذه لا، المفروض انه يكون فيها علامة. حملة الهولنديين، المفروض انها تكون حملة الهولنديين. هل هي هذه ولا هذه؟ الهولنديين لون برتقالي اتوقع معهم، او الازرق. الفرنسيين الازرق. والله الكلام غير واضح صراحة. أي ألوان نتنكر؟ أوكي، شرف المندرين. أيوة، معقولة تريدون أسوي هذه؟ أوكي، ليش لا؟ في حاجة غيرها؟ هذه بعد. في حاجة غيرها نختارها؟ هذا، حتى هذا. أنا شيء anything else. نشوف، أوه ربحنا هذا مارون قمقمة. ما في حاجة غيرها نقدر إن نختارها؟ خلاص، لا تقنعنا. ننزل نهب مستوطنات الفارة، فشكلنا إن نريد نسوي لهم كذا فتنة يعني. الفارة موجودين قريبين في الجزيرة الحمراء، فنقدر نسوي فاست ترافل ولا نهاجر ولا نسافر ونهجم عليهم. بروح للجهة هذه، اتوقع الفارة اللي موجودين تحت، او لا الفارة هنا. هذا اللي يعتبر منسك شمال صوني. هذا فارة، كيف اقدر اعرف اذا كان فارة؟ لازم الماب. لا، هم محددين لي في الماب. عندنا هذا فارة فارة فارة، وهنا فارة.
اوكي بنروح انكو هنا انا وبعدين بنشوف في الطريق نمشي ونستكمل الطريق. ما زال البايرن خسران. نكمل. طبعا الفيديو لايف المفروض انه يكون لايف فعشان كذا نكمل. اذا هذه الحمله حمله المندرين ولا نروح نهاجم على الفارا. اخترنا سفينه الساندبوك لان كنا نخلص فيها بعض التحديات الحلوه ونشوف نسوي ريفيو للسفينه. وصراحه السفينه جباره في البحر لما تحارب البي في بي. ما زلت احاول اقرب البي في اي بس ما صار اني اقربها. مثل ما قلنا انه في هالفيديو موجود عندنا جيف اوي للسبكتروم او الطيف الازرق. فاذا كنت تحبوا انكم تشتركوا في هذا الجيف اوي فدخلوا على تويتر سوي رتويت للتغريدة الموجودة في الرابط وان شاء الله تربحوا التغريدة. راح انزلها قبل الفيديو ان شاء الله مباشرة يعني قبل الفيديو وبحطها لمدة اسبوع واللي يربح ان شاء الله بنتواصل معاه يتأكد انه مسوي فولو كذلك في التويتر عشان نقدر نتواصل معاه. واذا ما سوى فولو فبيكون الفيديو اللي نسحب فيه بنتكلم عن او بطلب منه انه يتابعنا بعد ما يربح نعرض اسمه ونقول انه يقدر يتابعنا. شروط هذا الشروط هي انك تسوي متابعة للقناة وتسوي رتويت للتغريدة الموجودة في الرابط. نكمل هذا التحديين الاضافيين في اللعبة. نروح نسوي النهب لقبائل فارا. فاخترنا انكو هنا انا نشوف اذا هذا بتوصل. بعد لا ابرمته بالنيران. اوكي بدينا البلندر. بدينا البلندر في هذا. نشوف يا حتى سريع شوية. سوينا نهب لا اوكي خلينا نروح على داخل لانه ما في حاجه بتقدر تهجم علينا من الداخل. فنخليها السفينه واقفه بهذا الاتجاه ونشوف اللي يجينا من هنا ولا من هنا. نهجم عليه. كان ضربت اكثر من لازم بس مشي حالك. هم ضعف واحنا اوكي لانها ليفل 3 يعني حتى تضيف لي تحديات اضافيه. ومتى تروح التحديات الاضافيه غير بعد نهايه اللعبه تعطيني اياهم ليفل 3 الا اذا كان. وش هذا رسبا فوق هنا؟ خلصنا. يلا كمل.
اوكي جاي من هالاتجاه. من اي طريق بدقي؟ خلينا نضرب هنا لو حظنا. ما اعرف اذا كانت الاصابه موفقه. خلينا نشوف موفقه. لا والله ما موفقه. بس ننتظر. هذه الاخيره انها بمستوطنات فارة. مطلوب اني انهب واحده فقط اللي هي هذا عندكم هنا. ونشوف اذا كانت القصات كذا وبس خلاص يعني. خلصنا عملية النهب وننزل في أنكو هونانا. خلصنا العملية نرجع لتشيرلوك و نعطيه التحف اللي صادرناها من الفارة ونشوف. اتوقع تكون نهاية المشن هذه. تحالف هش، اسم المشن تحالف هش. وفيها جيف اواي. ما انها مشن صعبة، بس بعض الاحيان تكونوا تتساءلوا وش المشن الموجودة، هذا المشن الإضافية ولا شيء في اللعبة، فنخلصها على أساس إنكم تشوفوا الحاجة الناقصة إذا كنتم أخذين ستاندرد إديشن وبس يعني، ما إنه فيها حاجة تذكر أو استثنائية يعني. نكمل ونرجع لتشيرلوك ونشوف وش يقولنا لما نسوي له تقديم للمشن اللي خلصناها. وين؟ اذا خلصنا تقريبا، قضت علينا 12 دقيقة مع التجهيزات. You're the most infamous pirate in all the seas. Just remember that you still work for me. Well found. Well fought. بس well found. هذا ردة فعله. خلاص. اذا هذه هي نهاية المقطع. اتمنى انكم تضغطوا على زر سبسكرايب، زر لايك، وتنشروا الفيديو مع اصحابكم. نشوفكم فيديو اخر، ولا تنسوا انكم تسووا التغريدة تويت اذا كنتوا تريدوا تدخلوا في الجيف اواي. ان شاء الله بنخلص في الضمرة تخب الدماء كفيديو اخر او قادم.